إن شاء الله نتحدث عن تشابتر 2، تشابتر الثاني. طبعا تشابتر الثاني أكو هنا فد مفردات مهمة دائما أنا أحب أنطيهن، واللي هن البايليبيال، البيودنتال، الدنتال. هاي المعاني يعني لازم نعرفها. الفيلا، باست الفيلا، بالاتل. هاي الأصوات صراحة مهمة، هاي الأسماء المسميات لازم نعرفهن. هذن يسمونهن مكان خروج الصوت. يعني مثلا بايليبيال يعني الأصوات الشفاهية، الباء والباء، هاي مكان النطق. كذلك عندنا المانر اوف ارتكيليشن، هذني اسماء ضروري نتعرف عليهم، اللي هو البلاسيف او الستوب، الفريجاتيف، الافريجيت، افريجاتيفز، الافريجاتيفز، نيزل انفي، ليترال يعني جانبي، الابروكسيميت اللي هو الانزلاقي. الاسماء ذن لازم نتعرف عليهم. هذن السته معناها المانر اوف ارتكيليشن، يعني طريقه النطق. طريقة النطق، هل هو انفجاري، هل هو جانبي، هل هو انزلاقي، هل هو احتكاكي. هذا يسمونه manner of articulation، وهذا اللي يسمونه مكان النطق place of articulation. ضروري جدا، ضروري جدا نتعرف على هاي المفردات ونحفظها، لأن راح نستخدمها بالمحاضرات الجاية بشكل مو طبيعي. شابترات الجاية راح نستخدمها استخدام مو طبيعي. يعني أي شيء إذا جتك الدنتل هيك راح تسوي، إذا جتك الفلر، إذا أنت ما تعرف شنو الفلر ولا تعرف شنو الدنتل، هنا راح تحير بزمانك أنت صراحة. كل شيء ما راح تفتهم، كل شيء ما راح تفتهم. طيب بعد ما إحنا خذنا الباليبيال والليبيدنتل وهاي السوالف هاي كليتها، إحنا بدينا بالشابتر الثاني واللي هو يتكلم عن أعضاء النطق وعن صفات الأصوات. بس إحنا لازم نتعرف على هذا الصوت الباليبيال والليبيدنتل. طيب هنا عندنا الأصوات باللغة الإنجليزية. طبعاً عندنا صوت الباء، لا ننسى إحنا أخذنا هسه تقسيم الأصوات، وهسه راح نتكلم هسه كلها راح أربطهن بالشابتر الثاني، لأن الشابتر الثاني كلش مهم. مثلاً عندنا الباء، هذا الباء صوت الباء، هذا الد، هذا الج جو، هذا الف، هذا الز، هذا ل، هذا الم، وهذا الن. إذا لاحظ كلهن سمول، إذن الأصوات كلها صغيرة، يعني ماكو صوت كبير. هاي معلومة كلش مهمة لازم نعرفها. هذا صوت الر، الر، هذا صوت الي، هذا مو جي، هذا ي، صوت الي اللي موجود بكلمة يس. هذا دبليو يعني اليو، ويل، ويل، كويت. بس هنا شوف عندنا يو، بس أنا من قرأت قلت كوايت، وا. إذا صوت اليو دبليو كوايت، وا، و، و، و. إذن هذا صوت الأو، إذن أنا كتبتها برسم صوتي quiet. هنا quiz، quiz، إذن صوت الو، إذن حطيته بدل اليو هنا W. مع العلم هو يكتب يو بس أنا كتب W لأن أنا قرأتها W. وهذا حتى شوية شوية راح ناخذه ونطلع عليه ملاحظات. نيجي على هذا الصوت، صوت الإنج، إنج، إنج. هذا صوت الإنج، إنج، هذا لازم نعرفه. هذا صوت الذ اللي موجود بذ أو موجود بذات أو موجود ب هسه هاي شوف هسه هذا ف. شوف هنا هذا لازم نميز بيناتهم، هذا صوت الف، اما هذا في صوت الذ، هذا صوت الذ. انا حاطه هيك حتى تميز، هذا ذ، هذا ث، هذا think وهذه ذات. اذا نشوف الفرق، هذا بالعربي صوت الج، ج. شلون بالعربي نقول جاسم؟ ج ج ج، مثلا ايج، جوي، والى اخره. هاي الأصوات لازم نحفظهن مع مثال عليهن. عندنا صوت الج، ج، ج، هذا ج جاسم، هذا ج pleasure، vision، casual، ج، ج، ج. طيب الصوت اللي طبعا هذني هن كلهن الأصوات الكونسوننت تقريبا. نجي خذنا هذا صوت الج، هذا صوت الش، ش، ش. مثلا شي، شيب. وين ما اقرأ صوت اسمه الش راح اقول عليه هذا الصوت واكتبه بهذا الشكل. نجي على الصوت اللي بعده واللي هو صوت الك، ك، ك. يعني شوف هسه هنا كارد، انا مكتوب س بس انا كتبت كارد. ليش كتبت ك؟ لان انا ما عندي صوت اسمه السي، انا قرأت ك، اذا راح اكتب ك، كارد. هيج
يعني انا شلون ما اقرا اكتب، ما له علاقه بالكتابه، شلون ما اقرا اكتب. نجي على هذا الصوت، صوت الب مثلا بور، مثل صوت الت، هذا صوت الث، هذا مو ذ، ث، ثري، مف، ثيف، ث، ف، هذا س، هذا تش. وين ما اقرا تش اقول تشويز، تشويز، تشوز، تشيب. اذا وين ما اقول مثلا اجعل كلمه بيكتشر، بيكتش تش تش تش، اذا قرات تش هنا تش حطيت هذا صوت التش. ف، فال، هيلبفول، فيل. وين ما القى ف راح اقول، واخر شيء عندي صوت الها اقول هذا امثله بالرسم الصوتي بهذا الشكل. هذا هو طبعا هذه هي الاصوات كلها، ذن لازم نحفظها مثل الاسماء حتى نكون بالطريق او بالمسار الصحيح. احنا حاليا بالشابتر الثاني اللي هو ذا بروتكشن اوف سبيتش ساوند، عمليه نطق الاصوات. زين احنا من بعدنا بالفصل الثاني. زين استاذ بعد هاي السوالف، هاي الاصوات هاي شنو، هاي تشرح لنا اياها؟ هاي الاصوات ضروري جدا تتعرف عليها بعدك انت يعني بدايه الكتاب، وراح تواجهك هواي اصوات وهواي ملاحظات وهواي قواعد، لذلك راح تخربط بيهن اذا مو من هسه تضبط امورك. فهذه الاسماء تحفظ، نحفظهن، وهذه الاصوات اللي انطناهن جدا مهمات. زين الشابتر الثاني، اذا نروح على الشابتر الثاني بالكتاب هذا The Articulators، اعضاء النطق، راح يحكي لي بالكتاب وبالملزمه عندي هنا، راح يقري لي بالكتاب، يحكي لي بالكتاب عن نقاط وشرح اعضاء النطق. ولكن قبل لا نشرح خلينا نوضح بالصور. انا دائما احب اوضح بالصور، لان لو توضيح بالصوره راح يخلي الماده واضحه ومهمه وسهله. طيب نجي اول عضو عندنا من اعضاء النطق، راح نبدي من جوا هاي المنطقه، هاي اسمها جلوتس. هذه الجلوتس اللي هي الفتحه صغيره داخل الحبال الصوتي. خلينا نكتب بالعربي، الجلوتس هي فتحه صغيره داخل الحبال الصوتي، هي فتحه صغيره داخل الحبال الصوتي، فتحه صغيره داخل الحبال الصوتي. الفوكال فوتس هي حبال صوتيه التي تسمح للهواء بالمرور. يعني اذا اريد نعرفهم، هي عباره عن شريطان، هاي الشريطين دول، ذني الاثنين اللي صايرات بهذا اللون، هذني الشريطان، هن ذني راح يسمح للهواء بالخروج او بالدخول اللي يسوي اهتزاز. خلينا ناخذهن بصوره اقرب، هذا هاي الحبال الصوتي، هذا النون هنا هسه مفتوحات الهواء يمر من عندهن، هنا مغلقات الهواء لا يستطيع ان يمر، هذا يسمونه الفوكال فولتس، الفوكال كوردز. من اقول شنو معنى فوكال كوردز، تعريف الفوكال كوردز لو اردت نعرفهن راح اعرفهن بكل بساطه، اقول تو فيكس تريبس اوف ماسلز، شريحتان سميكتان من العضلات داخل الحبال الصوتيه. وشكو داخلهن؟ اكو جلوتس، اكو جلوتس. طيب اللاركس يعني الحنجر، هاي المنطقه كليتها هنا يسمونها اللاركس. طيب نصعد فوق، من نصعد فوق الهواء راح يجي إيه هنا ويوقف إيه هنا، ايش راح يصير عندي؟ طبعا هاي المنطقه كلها، هاي المنطقه اللي هنا هذه اسميها الاورال كافيتي. شنو معنى اورال كافيتي؟ يعني منطقه فمويه، يعني منطقه الفمويه اللي يسمونها بالانجليزي اورال كافيتي، اللي هي المنطقه اللي هي تشمل الفم. زين هذه وينها؟ هذه يسمونها الاورال كافيتي، هاي كلها تشمل اللسان والاسنان والشفاه، كل هاي المنطقه يسمونها اورال كافيتي. طيب اما هاي المنطقه الفوق هاي يسمونها نيزل كافيتي، هذا يسمونها نيزل كافيتي. طيب خلينا نجي وحده وحده. زين هسه راح نجي على هاي المنطقه، هذا الصوت اللي هنا، هاي المنطقه اللي هنا عفوا، هذا يسمونه سقف الفم اللي هو البالت، هذا سقف الفم اللي هو البالت، سقف الفم هذا اللي هو اسمه بالت، يتقسم الى ثلاثة مناطق، هذا يسمونه البالت. المنطقة الاولى اللي هي بقرب الاسنان اللي هي هنا يسمونها الالفير ريدج، والمنطقة الثانية اسمها الهارد بالت، والمنطقة الثالثة اسمها السوفت بالت، اللي هي هاي وين هي السوفت بالت، او مرات يسمونه الفيلم، الفيلم. توضيح اقرب، هذا الرسم يوضح.
هاي المنطقة اسمها الهارد بلت اللي هي بقرب الأسنان، ثاني منطقة الألفيلا الرج عفوا، ثاني منطقة اسمها الهارد بلت اللي هي ثاني منطقة، والسوفت بلت اللي هي ثالث منطقة واللي هي راح تتحكم بالهواء. شلون راح تتحكم بالهواء؟ هسه راح نوضح. نكتب ملاحظة بأن الألفيلا الرج هي المنطقة التي تكون بالقرب من الأسنان، الهارد بلت هي ثاني منطقة من مناطق سقف الفم وتكون بين الألفيلا الرج والهارد بلت، والسوفت بلت هي آخر منطقة من مناطق البلت سقف الفم وهي التي تتحكم بالهواء. طيب خلينا نعرف شنو يعني تتحكم بالهواء. طيب نلاحظ بأنه هاي اسمها السوفت بلت، هاي صايرة بالنص. الهواء انطيه لون ازرق، هذا الهواء اجى الى هنا ووقف. هاي المنطقة اللي هي السوفت بلت باللون الاحمر، اذا انغلقت منها انغلقت نزلت لي جوا، الهواء ايش راح يصير بيه؟ راح يصعد في لي فوق ويخرج من خلال الانف، اذا راح يصير نيزل. ليش؟ لان السوفت بلت نزلت لي جوا، لان السوفت بلت نزلت لي جوا اجى الهواء وخرج منها. حلو زين، السوفت بلت انغلقت من فوق، رفعت لي فوق، الهواء لونه ازرق، يجي الهواء منها ما يقدر يطلع من الانف، يطلع من الفم، راح يصير اورال، يعني راح يصير فموي، راح يصير فموي. طيب السقف هذا اللسان يتقسم الى خمس مناطق، التب، البليد، الفرونت والباك والروت. اللبس بها اثنين علوية وسفلية، التيف لها اثنين ايضا سفلية وعلوية. طبعا اذا لاحظ هاي مناطق اللسان، الاولى التب، الثانية بليد، فرونت، باك، واكو منطقة هنا اسمها الروت اللي هي اخر منطقة. اهم شيء ثلاثة، اهم شيء ذن الاربعة، التب والبليد والفرونت والباك. الروت مو كلش مهمة، قليلة حتى ما نحتاجها يعني، بس التب اللي هي اول منطقة وقدمت اللسان، والبليد ثاني منطقة، الفرونت الثالثة، والباك الرابعة، والروت اخر واحدة. هاي مناطق اللسان، لأن كلش مهمات، كلش مهمات. لا ننسى سقف الفم يتقسم إلى ثلاثة، الألفيلا الرج قرب الأسنان، هارد بلت ثاني وحدة، السوفت بلت آخر وحدة، واللي هي راح تتحكم بخروج الهواء. هذا الرسم وضح لنا الفصل كليته، اللي فهم الرسم خلاص أمورك طيبة. هذا رسم آخر، هذا الرسم أنا برأيي الشخصي صراحة، هذا الرسم برأيي كلش مهم. وحتى لو الاستاذ ما يطالب نبي لازم احنا نحفظ، لان احنا من نحفظ الرسم راح نقدر نفهم الماده كليتها ونحفظ المناطق. وانا ما اريدك تصير رسام وتقوم ترسم لي رسمه مثل ما هي، انا اريد رسم عادي حاله حال اي رسم، ترسم لي رسم طبيعي جدا، مجرد تحط لك دواره وتقوم تحط مناطق بس. هذا رسم اخر، هاي اللارنكس هنا اللي هي الحنجره اللي هي بيها الفوكال كوردز، وداخل الفوكال كوردز عندنا جلوتس، وهذا هو الهارت بلت ثاني منطقة، وهذا هو السوفت بلت، وهذا هو الالفيلر ريج، هذا هو اللسان اللي تقسم الى خمس مناطق. هاي المناطق هنا تصير، هذا الشفاه، وهاي التيف، وهذا النويز، وهذا رسم اخر موجود بالكتاب. هسه راح نجي على التعاريف، ابسط من عندهم ما راح يكون. شنو يعني larynx؟ It is very important articulator in the speech because it contains the vocal cords. larynx هو الحنجرة، هي التي تحتوي على الحبال الصوتية، والحبال الصوتية هي المسؤولة عن الاهتزاز. That responsible for making vibration. إذا جاني سؤال وقال لي the larynx is responsible for making vibration، جواب غلط. larynx ليس مسؤول عن الاهتزاز. larynx يحتوي على الفوكال كورتس، والفوكال كورتس هي التي تسبب الاهتزاز. زين اللارنكس هي وين صايره؟ الفارنكس، الفوكال كورتس وين صايره؟ صايره داخل اللارنكس، صايره داخل اللارنكس. اذا انا عندي جلوتس، فوق الجلوتس عندي فوكال كورتس، فوق الفوكال كورتس عندي لارنكس. اذا اعلى شيء لارنكس، اقل من عنده فوكال كورتس، واصغر شيء هو الجلوتس اللي هي يمر من خلالها الهواء. تعريف الفوكال كورتس يا عمي صار اسهل من الزلاطه، اسهل من كل شيء. هو عباره عن ذكرنا تو ثيك ستريبس اوف ماسلز انسايد ذا larynx، شريحتان سميكتان من العضلات تكون داخل الحنجره.
when they are opened عندما تفتح they produce voiceless sounds. من نفتحهم يمر الهواء بشكل حر بدون اهتزاز. من نقترب من بعض راح يكون هنالك اهتزاز. ومثل ما هاي الصورة موضحة قدامنا هذه هي الحبال الصيف. من تكون مفتوحة يمر الهواء بشكل قوي. من تكون متقاربة من بعضها لبعض راح الهواء قوة يمر بشكل خفيف جدا. هسه لما الواحد يقح هنا الحبال الصوتية قاعد تفتح وتغلق تفتح وتغلق تفتح وتغلق، هي هاي يسمها الحبال الصوتية. الفارنكس هو البلعوم. اكو واحد ما عنده يقول لك بلعيمة ملتهبة، هاي بالعربي انبوب طوله 7 سنتيمتر و8 سنتيمتر عند الرجال. It's divided into two types ويقسم إلى جزئين. هذا هو الفارنكس، هاي المنطقة الفوق وهاي المنطقة الجو. هو نفسه بس هو شوية يكون الفارنكس البلعوم يعني لا أكثر ولا أقل. فارنكس لا أكثر ولا أقل. السوفت بلت يا مسهلة ويا محلا ويا أبسط من ماكو. هو عضو تزارت الكلتر which allows air to pass through the mouth or through the nose. إذن هي آخر منطقة من مناطق سقف الفم وهي تسمح للهواء للخروج او للمر من خلال الانف او من خلال الفم. الهارد بلت يا محلاك ويا مسهلك، ثاني منطقه من مناطق سقف الفم واللي يكون ما بين الالفيولر ريدج والسوفت بلت، يعني ابسط من عنده ماكو. الالفيولر ريدج ات از بتوين توب فرونت تيث اند هارد بلت، اذا هو بين الاسنان وما بين الهارد بلت، المنطقه اللي تكون بقرب الاسنان هذه وينها الالفيولر ريدج، حلو قرب الاسنان. نقول نه 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 نه، هاي المنطقة نه هي هاي اسمها الالفيولار ريدج، اللسان يلامسها بنقول نه. وطبعا هاي مناطق اللسان بتوضيح بعد ارتب تيب، اعتقد رسمتي افضل تيب بليد فرونت باك روت، احسن من هذا الشرح ما راح نلقاه. الجلوتس ات از ذا سبيس بتوين ذا فوكال كوردز، هي فتحة داخل الحبال الصوتية. يعني ما اعرف ماكو ابسط من موضوع. مره واحد معلق لي يقول لي استاذ انت بس تقرا تعريفه، انت بس تقرا تعريفه هاي زين شو اسوي لك؟ هو هذا اكثر واحسن من هذا الشرح، يعني معقوله اكو اسهل او اكو احسن من هذا الشرح؟ يعني انا فسخت لك الماده تفسخ بالرسم، انت من تشوف الرسم وتحفظ الرسم خلاص الماده كلش ما تحتاج بعد. اليوفيولا اتس ذا اند اوف ذا سوفت بلت، هي اخر منطقه من المناطق او اخر شيء من هذا وينها بالرسم. نشوف اليوفيولا هاي وين هنا صار، هذه هي اليوفيولا نهاية السافت بلت. اللسان it is the most important articulator، هو أهم عضو من أعضاء النطق. ليش؟ هذا جوابه because it can be moved to many places inside the oral cavity to produce various kinds of sounds، لأنه صوت يمتلك الحركة العظمى في اللسان في الفم ويمكن أن ينتج أصوات متنوعة وأشكال مختلفة للصوت. ومناطق ذكرنا بأنه 5 مناطق، واللسان هو أهم عضو من أعضاء النطق. الإنسان بدون اللسان ما يقدر يتكلم، حتى واحد مرات لا ولد صغير يتجاوز، إذا واحد صغير يتجاوز الأكبر من عنده شي يقول له؟ يقول له أسكت لا أقص لسانك. ليش؟ لأن هو تجاوز بالكلام فهو راح يقص لسانه. ليش يقص لسانه؟ لأن اللسان أهم عضو من أعضاء النطق. لذلك إحنا نقول التنك، التنك يقول لك اقطع لسانك، يعني أهم عضو من أعضاء النطق اللي هو teeth. They are اللسان الأسنان ما بسيط كلش، اللي هي الأسنان مقدمة الفم ويكون لها علوية وسفلية. The higher teeth الأسنان العلوية جدا مهمة خصوصا في نطق أصوات الدنتال واللبيدنتال. هذا السؤال يجي فراغ كلش مهم. Dental and labiodental. إذن الأسنان العلوية مهمة بنطق أصوات الدنتال والليبيو دنتال. وقبل شوية قلت الدنتال والليبيو دنتال راح ناخذهن هسه وبالبداية الفصل وكلش مهمات. هاي وينهن بالنخل. طيب هسه راح نجي نقسم الأصوات. عندنا أول مجموعة أو أول تقسيم من الأصوات نجي هسه عندنا البايليبيالز. أول مجموعة من الأصوات بالإنجليزي تسمى بالبايليبيال. والله العظيم والله موضوع هذا اللي هسه اشرحه اهم مواضيع الصوت كلها والله. يعني هسه هاي المقدمه اللي قاعد اشرحها اني، هاي المقدمه
وهذا هسه الباليبيال والليبيدنتال، والله مستحيل تصير طالب وتسمى إن طالب انجليزي اذا ما تحفظ هاي السوالف. جدا مهمات، اساس الانجليزي، روح الانجليزي. يعني الرياضيات اذا ما عندك جدول الضرب انت يعني لا شيء بالرياضيات، اذا ما عندك هاي السوالف اللي قاعد اشرحها هسه انت لا شيء بالانجليزي وبعلم الصوت. روح للصوت هو هذا. من اقول بايليبيال ساوندز يعني اصوات شفويه اللي هي الباء والباء والما والوا، اللي هي الاصوات التي تخرج من خلال الشفاه، بس غير هاي ما اريد منك. Libudental هي الأصوات are mates with lower lip and front teeth، من lower lips الشفاه العلوية والأسنان الأمامية اللي هم الف والف. من أقول Libudental أعرف هم ف والف، وأعرف بأن هم الأصوات التي تخرج باللور lip والفرونت teeth. من أقول Dentals يعني أصوات أسنانية، sound made with the tongue blade اللي هي شوف نشوف هنا tongue tip مقدمة اللسان أو tongue blade اللي هي هاي تونا خذناها مناطق اللسان اللي هي tongue blade. يقول dentals هي الأصوات التي تخرج عندما يكون tongue tip بالقرب من front teeth الأسنان الأمامية السفلية lower front teeth between the upper and our بين الأسنان، يعني عندما يلامس مقدمة اللسان تلامس الأسنان اللسان تلامس مقدمة اللسان ها هي الدنتل. إذن لازم أعرف بين الدنتل اللسان يلامس مقدمة الأسنان، اللسان يلامس مقدمة الأسنان تلامس اللسان، وهنا من المهن الثو والذي أجعل الالفيلر ساوند. من هي الالفيلر ساوند؟ هي الأصوات التي يكون بها التانك تيب مقدمة اللسان والالفيلر ريج ومنطقة الالفيلر ريج. من هي الالفيلر ريج؟ توني قلتها من هي الالفيلر ريج قبل دقائق، قلت الالفيلر ريج اللي هم المنطقة اللي هي بقرب الأسنان. طيب من هم ذول الالفيلر ريج؟ هذول التو والدا والسوزة واللون تدا سزا لنا أنا هيش حافظهم تدا سزا لنا اثنين اثنين تدا لنا تدا سزا لنا تدا سزا لنا هذول أسميهم alveolar sound alveolar sound alveolar sound alveolar sound. عندنا البلاتو alveolar sound. من هي البلاتو alveolar sound؟ هي الأصوات التي the blade of the tongue منطقة the blade of the tongue وتوني قلتها قبل شوية and the area between the alveolar ridge and the hard palate. إذن اللي هي منطقة ال hard palate. إذن the tip of the tongue وال hard palate متلامسات. هاي يسمونها ال palato alveolar sounds. منهم شجي شجي را شجي 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 را. هذه هي الأصوات ش. ليش هسه قبل شوية لما درسنا الأصوات كلنا وقلت مهمات؟ ليش؟ لأن هذه الأصوات أساس. فيقول لك يا بترى الشوجة والشوجة والراء هذول أسميهم palato alveolar sounds. نجي على palatal sound. الصوت الذي يخرج من خلال اللسان يلامس الهارد بالت اللي هو with the front of the tongue and the hard بالت اللي هو نهاية اللسان. اللسان يلامس ثاني منطقة الهارد بالت من مناطق سقف الفم. ممكن مو دقلنا ثلاثة هسه اللي شرحناها قبل شوية، واحد يحفظ الرسم ويرجع لنا ويشوف الفيديو مرة أخرى. إذن اللسان يلامس سقف الفم بالنص. الفيلر ساوند من هي الفيلر ساوند؟ made with the back of the tongue إذن نهاية اللسان the back of the tongue تلامس the soft palate. وقبل دقائق شرحنا بالتفصيل الممل من هي the back of the tongue. هسه نجي هنا هاي the back of the tongue هاي وين هي؟ هاي وين هي the back of the tongue وهذا هي soft palate. إذن يقول هاي المنطقة مالت اللسان تلامس هاي soft palate في الرجل hard palate على هذا الرسم. ليش دائما أقول يا ناس يا أخوان الرسم مهم؟
يا طلاب الرسم مهم، يا طلابنا الرسم مهم، ترى مهم، يساعدك بالفهم. مشكلة دكاترة، دكاترة بجامعات ما ينطون الرسم. ولك انت صدق تحكي لك عم انت ايش قاعد تدرس انت؟ انت وين عايش؟ مدرس او دكتور او جريمة، والله جريمة جريمة انت تصير استاذ بجامعة وما تنطي للطالب الرسم وتأشر له المناطق، اقسم بالله جريمة. شلون الطالب راح يفتهم؟ شلون راح يعرف شنو هي الباك اوف ذا تانك؟ يعني شنو هي الالفيدا الرج؟ اذا انت ما منطي الرسم، شلون راح يفتهم؟ شلون راح تدخل المعلومه براسه؟ وهن ذني اساس. هذا هي الفيلر ساوند. من هي الفيلر ساوند؟ اللي هي ك وال ج وال انج، ك ج انج. الجلوتال ساوندز اللي هي الاصوات التي تخرج من خلال الجلوتس. من هي؟ اللي هي صوت الهاء، اللي هي صوت الهاء، هذا هي الجلوتس. طيب هسه عندنا الفاول اند كونسوننت ساوندز. من نسمع كلمة consonants اللي هو يسمونه الحرف الصحيح أو الحرف الثابت، نقول consonants they are sounds in which air from the lungs is seriously obstructed in the mouth. يعني هي الأصوات التي يعاق الهواء فيها أو يتم فيها انسداد الهواء، يغلق الهواء عندما يخرج من الرئتين بشكل قوي بشكل شديد في الفم. إذن الهواء راح يتوقف عند مرور، عند خروج هذا الصوت. يعني مثلا من أقول ت ت د، الهواء من أقول ده الهواء يتوقف، لذلك احنا سميناه consonant. حلو، هذا بالنسبة لل consonant. اذا عندي اعاقة للهواء، الهواء ما يطلع براحته، اكو فد شيء راح يعيقه، هذا بال consonant. اما باصوات الباول فالوضع راح يختلف. They are voiced a sound in which leaves mouth with no obstruction. هي الأصوات التي يخرج فيها الهواء من الفم دون إعاقة لمجرى الهواء، يعني الهواء يخرج بشكل حر. آي آي، الهواء ما يسبب أو ما يكون بأي مشكلة. يعني مو مثلا ت راح يكون أكو توقف للهواء، لا، الهواء راح يمر من الرئتين يطلع بوجهه. They are voice sound in which leaves mouth with no obstruction. هذا بالنسبة لأصوات الفاول. طبعاً الأصوات الفاول إلها شكلين، أو إلها يعني front vowel اللي هي حرف صوت العلة الأمامي، وعندنا back vowel. من أقول front vowel يعني الأصوات الأمامية التي يكون اللسان فيها في مقدمة اللسان. Vowel sound which produces the tongue in the position near the front of the mouth. مقدمة الفم اللي هو مثلا bad هذا هو يسمونه the front vowel. أما the back vowel هي الأصوات التي the back of the tongue is highest point. إذن يكون اللسان فيها متأخرا مرتفعا ومتأخر، يعني باك نهائي، اللسان يكون لورا يكون من الوراء. The vowel in which the back of the tongue is highest point اللي هو مثلا شوف اللسان نازل لي جوا مثلا مثلا فهذا هو المقصود بالفرونت. راح ناخذها هسه بالرسم ان شاء الله. اكو سؤال هنا مهم جدا كثير يجينا بالامتحانات، How can you classify English vowel؟ اصوات العله شلون نقدر نقسمهن، شلون نقدر نوزعهن؟ يقول لك English vowels are classified، تقسم اصوات العله وفقا ل the tongue height ارتفاع اللسان، tongue position وضع اللسان،
واللب شيب اند بوزيشن شكل الشفاه وموضعها. إذن ارتفاع اللسان، وضع اللسان، شكل الشفاه، ثلاث أشياء هي اللي راح تحدد لي الفرق بين الفاول، هي اللي راح تحدد لي الفرق بين الفاول. يعني هذه هي الأشياء التي من خلالها نقدر نعرف اللسان وارتفاعه وانخفاضه وضعه شكله وإلى آخره. طيب لبس الشفاه. They are two important articulators because they involve the production of many speech هما عضوا نطق مهمان لأنهم يتضمنان نطق العديد من الأصوات، بس لا أكثر ولا أقل. طيب هنا راح نجي أشكال الشفاه. نشوف هذا الرسم جميل جدا مع هذا الشرح. يقول لك الراوند، طبعا الشفاه لها ثلاث أشكال. الشفاه ممكن تكون راوندد دائرية، ممكن تكون منبسطة يعني مفتوحة الشفاه، مثلا هذا الشكل هسه اللي نشوفه قدامنا، ها هو وهذا سبريد، أو ممكن يكون الحالة طبيعية، وهذا مثال قدامنا. يعني ما أريد أمدح نفسي، أعوذ بالله من آني، ولا أريد أقول آني وآني، لأنه من مدح نفسه ذمها. ولكن أنا من كنت طالب مرحلة ثانية بمادة الصوت عانيت معاناة ما لها حد وما لها طرف، لأن ما حد موضح لي، قايل لي يا بترى هذا هيك وهذا، ما حد موضح. يعني هسه من آني يعني عبارة هاي المادة خليتها للطلاب أسهل مما يكون. فمثلا rounded the corner of the lips، هاي الزوايا، شوف هاي الزوايا مال اللسان، هاي الزوايا brought together، تقترب من بعضها لبعض، شوف هاي المسافة منا لهنا قريبة، شوف المسافة هاي منا لهنا قريبة، شوف قريبة متقاربات. هذا الراوندد مثلا امثال علي، هاي ممكن ترى يجينا بالامتحان، هذا يريد هذا الراوندد ويريد علي، ممكن يجينا سؤال وات ار ذا شيبس اوف ذا بوزيشن، ممكن عادي يجينا هيك سؤال، وممكن يقول لك الراوندد، الحالة الراوندد هي لازم نوضح له بانه هي كذا، بانه هي كذا كذا كذا، نعطيه مثال. ممكن ينطيني مثال ويريد الحالة وهي الاه مثلا صارت اه 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 وال اه 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 شوف شكل الشفاه شلون صاير، مثلا تاب مثلا بوك اه 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 بوك كوك كوك كوك، شوف. اما الحالة الثانية اللي هي الحالة المنبسطة، when the corners of the lips are moved away from each other like a، مثلا هاي ال a e e a a a، شوف الزوايا مال اللسان شلون متباعدة من بعضها لبعض، شوف هذا الخط شطوله، شوف هذا الخط شطوله، هذا الخط صغير بينما هذا الخط شطوله، هذا يسمونها الحالة المنبسطة. والحالة الأخرى اللي هي الحالة المعتدلة اللي هي هاي بالنص تقريبا تجي، يعني لا هاي ولا ذي، بالوسط يعني عادية، وكأنما الشفاه ثابتة مثل ما هي. مثلا اه مثلا اب عادي. The corner of the lips stay unmovable unmoving، غير متحركة، يعني شكل الزوايا الفم تكون ثابتة ما تتحرك. ومثل ما شوفه قدامنا هذا الرسم، صراحة هذا الرسم نصيحة، احفظ هذا الرسم، لأن والله مهم. تعريف الكاردينال فاول جدا مهم. Our standard reference system هو النظام العالمي المستخدم لوصف الأصوات العلة، نظام عالمي مستخدم لوصف أصوات العلة يسمونه الكاردينال فاول. هذا شلون عندنا نظرية فيثاغورس لقياس أضلاع المثلث، نستخدمها نحل بها كل العالم تعتمد عليها. إذا لب 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 نظرية فيثاغورس بالرياضيات، مقاعدة ثابتة، هاي هو هذا كاردينال فاول، هذا نظام عالمي يستخدمونه حتى يمثلون بالأصوات. سلامة خيرنا، بس سلامة خيركم، غيره ماكو. وهذا هو المخطط. نشوف هنا كلوز وهذا الكلوز ميد، طبعا هذا راح أظل أشرح به، ممكن أول شرح ما تفهمه، ثاني شرح نص ونص، ثالث شرح
آه لا رابع خامس سادس يمكن راح أشرح أكثر من 10 مرات، أعيد وأسقل بي، أعيد وأسقل بي إلى أن نفهمه، إلى أن نفهمه. يعني مستحيل أشرح هذا الموضوع أكثر من 8 مرات وإحنا ما نفهمه. لا هنا هيك أكو مشكلة، يعني صراحة هيك لازم نروح للدكتور نعالج أنفسنا، عندنا مشكلة بالفهم، لأن راح أفسخه فسخ. طيب إحنا نمشي على الخطوط. طبعا هذا المخطط يمثل شكل الفم جانبيا، يعني شلون ما واحد صاد على صفحة والثاني قاعد بصفه على جهة اليمين أو اليسار ويباوع علي، يعني هسه هذا وكأنما هذا شكل الفم، هذا هو الحلق وهذا هو الرأس وهذا هو الأنف، هنا هيك يصير الأنف وهذا هو الفم، يعني هذا هو شكل الفم هيك. فمثلا يعني هسه هذا هو هذا هي المنطقة الفموية، هذه كلها المنطقة الفموية. طيب مثل ما نشوف هذا الفم وهذا الأنف وكذا وإلى آخره. طيب زين نجي هاي احنا راح نمشي على الخطوط، احنا راح نمشي على الخطوط. طيب انا قبل شوية قلت عندي فرونت وسنترال وباك. من اقول فرونت يعني معناها اللسان امامي، من اقول باك معناها اللسان خلفي باك. طيب من اقول كلوز يعني الفم مغلق او متقارب، من اقول اوبن يعني الفم مفتوح. هذا هي المخطط حاليا، هذا مريده بس ناخذ عليه نظره، احنا راح نمشي على الخطوط. طيب هسه راح ناخذ هذا المخطط الثاني هذا ونوضحه بالتفصيل. طيب نيجي اولا عندنا هنا الشورت فاولز، اصوات العله القصيره. شورت فاولز هي اصوات العله القصيره. من هي اصوات العله القصيره؟ تعريفهن طبعا هذا وين، هي الاصوات العله التي تنطق بشكل قصير، هذا بشكل عام. طيب من هي اصوات العله القصيره؟ هذه هي اصوات العله القصيره، سبع اصوات يسمونها اصوات العله القصيره. شلون نحفظهن؟ من خلال الامثله، ومع ذلك ايضا راح نخربط بهن وهذا الموضوع جدا طبيعي. نجي على الصوت الاول، هذا الصوت اريد نقراه، ما نقدر نقراه، ا او ا اي ما نعرف نقراه، مسألة جدا طبيعية، احنا مو نيتيف سبيكر، ولا انت مولود بامريكا ولا مولود بلندن ولا امك وابوك بريطانيين، عادي احنا ناس مواطنين عاديين عرب ونفتخر بعروبتنا وباسلامنا وبضعنا والحمد لله، وجاي نتعلم لغة جديدة، وهذا الشيء طبعا صعب مو سهل، مو كل واحد يقدر يتعلم لغة، وشوية شوية نستمر ان شاء الله الى ان نتعلم. اول صوت هذا الصوت ما نعرف نقرا، ناخذ المثال نقرا الكلمه هاي ايش نقراها؟ ساد ساد ساد، اذا هذا صوت الا. كات ذات، اذا لاحظ بالرسم الصوتي اولا فتحنا ذن القوسين، هذن القوسين اذا ما نفتحن حلك صفر، انطيك صفر مرتب بالامتحان، انطيك صفر مرتب اذا ما تحط ذن القوسين. طيب هذا الصوت شوف شلون صاير، من خلال كلمة ساد. شلون عرفناه؟ من خلال المثال، شلون نحفظ نكتب ساد كات ذات ذات. إذا لاحظ هنا قرينا هذا مكتوب سي، ولكن بالرسم الصوتي كتبنا ك، لأن إحنا قريناه ك فراح نكتبه ك. شو نقرأ؟ نكتب بالرسم الصوتي، شو نقرأ؟ نكتب ك. طبعا ما نكتب كابيتال، دائما نكتب سمول. كات كات ذات كات ذات ساد، اذا هذا صوت الا. ا وراي نقرا، اقرا وياي، ا ساد كات ذات. الصوت الثاني من اصوات العله اللي هم الشورت فاول اللي هو صوت الا. إيه منع إيه آه لا إيه لا خربطت بي، ولا يهمك اقرأ المثال مالته. can dead man إيه can dead man، إذن هذا هو صوت ال إيه man can dead can dead man،
إذا هذا هو صوت الـ نسيت الأول، خربطت بين الأول والثاني، عادي ولا يهمك، مسألة طبيعية، ارجع على الأول، اقرأ الصوت مالته، كلمة مالته وارجع اقرأ. ساد آ أه تن أه تن تن أه ساد آ آ ساد آ ساد ساد آ تن أه داد أه من أه. إذا أقرأ الصوت والمثال، الصوت والمثال. نجي على الصوت الثالث، استاذ هذا صوت صعب، مستحيل اعرفه، اوكي ولا يهمك، عادي مو مشكلة، عادي صحيح صعب، انا اقول لك صعب، بس هسه راح يصير سهل ان شاء الله. up up cut sun up 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 up، اذا هذا صوت ال up 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 up. استاذ استاذ انا خربطت بيناتهم ثلاثة، ولا يهمك، ارجع على الصوت الاول، اقرا المثال مالته، sad، اذا صوت الثاني تن اه، صوت الثالث اب اه. اذا اربط الصوت والمثال، اربط الصوت والمثال. رقم أربعة، هذا رقم أربعة خلينا نكتب عليه مثال، هو صوت الكسره، بيل بيل، مو بيل ولا بال ولا بل، هذا بيل 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 بيل، كسره هيت سيت سيت، مو سيت 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 سيت، كسره سيت سيت ست. طيب طبعا هذا يشبه نوعا ما الفتحة، up أه. cut sun sun، وكأنه فتح sun، هذا رقم 3، pill كسرة، هذا رقم 4 في الكسرة بالعربي، هذا هذا أه أه. هذا الصوت تونا هنا قرينا، شوف الشفاه شلون تصير بهذا الشكل، شوف هنا هذا هيك يصير الشفاه، شوف شلون يصير الشفاه، اه 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 راوندد دائريه، تاب اه كات اه 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 بوكس اه بوكس بوكس، اذا تقول بوكس غلط، بوكس غلط، بوكس بوه اه 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 صوت لا، شوف الشفاه شلون صايره، دائما هذا الصوت نتذكر الشكل مال الشفاه هيك هيك صاير. طيب نيجي على هذا الصوت لتا، هذا شواء يسمونه لتا، فروم فيجا فيجا إيه إيه. شوف هذا اه هذا إيه 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 إيه. هذا نتذكر اكو شغله لازم نربطها ويا صوت الشواء، انه الشفاه ما تتحرك نهائيا، فيجا إيه إيه إيه. فروم مو اه 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 لا إيه إيه إيه. فروم فيجا 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 فجأة 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 فايتر up 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 up، شو نقول about 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 up، فجأة 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 صوت الشواء. هذا صوت السابع هو شو، صوت الضمة باللغة العربية، صوت الضمة، book cook put put oh oh، صوت الضمة، صوت الضمة باللغة العربية بالضبط، الضمة شلون احنا نقول ضمه بالعربي، شلون نحفظها من خلال الامثله، استاذ صار هوايه وانا خربطت بين، لا 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 ابدا ما راح تخربط، ترجع على الصوت صوت وياها المثال نحفظهم، ابدا ما راح نواجه مشكله. وهذا المخطط اللي هسه هذا ذكرناه، طبعا هذا المخطط حتى ما نتعب، لان احنا بعدين راح ناخذ اللونج، انا دمجتهم مره واحده اللونج والشورت، تحفظ المخطط كليته وخلاص بعد روح ملك علاقه. طيب نجي، راح يريد من عندي، راح يريد من عندي وصف، طبعا هنا ذكرنا بان من اقول فرونت يعني امامي، باك يعني خلفي للوراء، من اقول هاي معناها مرتفع، شكل اللسان مرتفع، اللسان مرتفع، من اقول لو منخفض، من اقول كلوز يعني مغلق، من اقول اوبن يعني مفتح مفتوح، هذا الفم، الفم مفتوح ومغلق. طيب وعندنا هنا بالنسبة للراوندد وسبريد، هذا حب قبل شوية أخذنا، هذن الأصوات اللي بالأزرق كلهن، ذن راوندد، اللي بالأصفر هن سبريد، سبريد هذا الحكي أخذتها قبل شوية، هذا وين، هذا وين، اللي بالأحمر أصوات طبيعية. فعلى هذا الضوء، على هذا الكلام احنا راح
ناخذ وصف الأصوات، لأن وصف الأصوات جدا مهم. طبعا هذا أنا كاتبه كليتنا، بس هذا المخطط صعب نحفظه، لذلك إحنا راح نفهمه فهم وجدا بسيط، جدا بسيط. يعني راح ناخذ حبة حبة. راح نبدأ أولا بالراوندد والأنراوندد والسبريد. يعني راوندد اللي هو اللي هي الراوندد والسبريد، طبعا مرات يسمونه راوندد وأن راوندد وأن راوندد. طبعا من أقول أن راوندد معناها سبريد، هاي كاتب هنا راوندد وسبريد نفس الشيء. سبريد اللي هو طبيعي، يعني سبريد هو نفسه طبيعي يعني، وراوندد يعني نفس الشيء، ماكو كل فرق بيناتهم يعني، نفس مجرد الاسم يختلف. بعض الأساتذة أو بعض العلماء يسمونه فلان راوندد سبريد، اللي هي الحالة البسيطية اللي شفت لكم إياها بالصورة قبل شوية. هذا وين هاي سبريد. مرات يسمونها أن راوندد بمعنى أن الشفاهة غير منبسطة. طيب زين، نجي هسه احنا اذا نريد نعرف شكل الشفاه بالصوت، اول شغله مال شكل الشفاه، هل هو دائري ام غير دائري ام عادي يعني طبيعي. طيب اذن اللي بالاخضر، كل هذن الاصوات اللي حاطهن بلون اخضر اني بهذا الخط بهذا اللون، هذني انطيتهن لون بهذا اللون الازرق، هذني راوندد دائريات. كل هاي الأصوات اللي بهذا اللون الأخضر أنا طيتها راوندد. حلو، شكو صوت باللون الأحمر، هذا اللون الأحمر هذا الناتشرال طبيعيات، وشكو صوت بهذا اللون الأصفر تقريبا، باللون الأصفر هذا اللي هو على الجهة اليسار، هذا انطيته باسم السبريد اللي هو الأنراوندد. ذكركم مرة أخرى، هذا المخطط هذا الراوندد، هيجي يصير هذول اللي بالأزرق، هذا السبريد اللي هم ذولا اللي بالوسط العفو اللي يكونون باللون الأصفر، هذا سبريد هذا اللون اللي تكون الشفاه متباعدة زوايا الشفاه، وهاي لما تكون قريب الأصوات طبيعية، هذا صوت الطبيعي الناتورال، هذا اللي هو رقم هذا اللي باللون الأحمر اللي بالنص. إذن هنا راوندد، هنا وسط عادي، وهنا سبريد اللي هي unrounded متباعدة، الزوايا تكون متباعده. واذا نريد نجرب هسه مثلا هذا الصوت، مثلا هذا الصوت انا قايل حسب كلام هنا راوندد، يعني هو كلام الدكاتره والعلماء مو كلامي يعني، راوندد مثلا اه 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 او اه اذا كل هذه الاصوات هي راوندد. واذا جرب وياها هسه تنطق مثلا تول بوك او او، اذا الشفاه دائري وفعلا هذا الحكي مضبوط. اما هذه الاصوات اللي بالاحمر هذا ان كليتهن يقول عليهن اصوات طبيعيه، مثلا صوت الاشواء لتا لتا لتا، اذا هذا عادي يعني حتى ما له شكل. طيب وهذا الاصوات قلنا اصوات يعني الزوايا الفم تكون متباعده، وهذا الحكي انا ذاكره كليته بهذا الكلام اللي هي السبريد. هذا وين اشوف شكل الفم شلون يكون متباعد، هيجي زوايا تكون متباعده، شلون واحد من يضحك ميت ميت ايت اي 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 صوت الاي اه 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 اه. شوف هذا بالنسبه للراوندد وانراوندد. نجي مثلا اذا نريد نعرف فرونت او باك، طبعا فرونت هذن الاصوات على هذا الخط كليتن فرونت، والاصوات اللي على هذا الخط هن كليتن باك. يا مسهلها يا مسهلها ويا مبسطها ماكو. إذن على هذا الخط هنا فرونت وعلى ذا النيباك. هس احنا ما دد نصير هوسة، جماعة الراوندد على الألوان نحلها، جماعة الفرونت والباك على جهة اليسار فرونت وعلى جهة الباك وعلى جهة اليمين هم باك. حلو، هس عرفنا راوندد وان راوندد وعرفنا الفرونت والباك، بعد ايش عندنا وراها نريد نعرفه، هل هو كلوز ام ميد كلوز؟ هذول واضحين قدامنا، على هذا الخط هم كلوز، على هذا الخط هم ميد كلوز، على هذا الخط هم ميد اوبن، وعلى هذول الخط هم اوبن. يعني يا مسهلها ويا محلاها ويا مبسطها. مرة أخرى خلينا ناخذ مثال على هذا الصوت. هذا الصوت طالما موجود على هذا الخط هو فرونت، حلو، طالما هو باللون الأصفر إذا هو unrounded اللي هو سبريد نفسه، طالما هو جوه إذن هو اوبن، اوبن هاي اوبن. حلو،
نجي مثلا على هذا الصوت. هذا الصوت طالما بالازرق هو راوندد بكارنا بين راوند، طالما هو فوق هيك صاير هنا اذا هو باك باك هاي على هاي الجهه، وطالما هو فوق فهو كلوز. وهذا الحكي كله مكتوب هنا صوت صوت ومفصلات تفصيل. نجي مثلا على هذا الصوت، هذا الصوت، هذا الصوت هو بالنص صاير ميد اوبن هنا ايش ميد اوبن، وهذا الصوت هو وسط سنترال. ليش؟ لانه لا صاير ويا باك ولا صاير ويا فرونت. هذا الحكي كله موجود هنا، كل الاصوات موجوده بالتفصيل وصفن. حبيت الجدول وفهمته وضروري تفهمها طبعا، احفظهن على الجدول اصلا اسهل من عندهن ماكو. وتريد تاكد عندك هذا المخطط تقدر من خلاله تدرسه، تدرسه موضوع بسيط كلش ان شاء الله. اما بالنسبه لصوت الاشواء هذا تعريفه نحتاجه طبعا مهم. It is central vowel. It does not have characteristics. طبعا الاشواء ما عندها وصف. ليش؟ لان قلنا هي بالنص صايره. الاشواء ما لها وصف، ما لها وصف ثابت. يعني خليني نقول مثلا هسه هذا شفاه دائريه، لا هو ما له وصف لانه صايره بالنص. يعني هي صايره بالنص، يسمونها الاشواء، يسمونها الاشواء. هنا عندنا امثله عن الرسم الصوتي. ضروري جدا ضروري جدا ضروري جدا نسوي رسم صوتي لالهم ونتدرب عليهم ونتدرب عليهم. هذا اللي واجب، يعني المفروض الطالب هو يحلهم، ورا ما يحلهم يعرف كم شورت فاول عنده. مثلا سوينا هاي الكلمة لذا لذا، هاي بها صوتين علة أقصار، نكتب هنا العدد، هنا نحل هنا ونكتب هنا العدد. نكتشف انفسنا، نحل ويا انفسنا، بينا وبين انفسنا، نخطأ عادي مو مشكلة، ونتدرب نشوف شوف شنو حل الصح، ورا ما نحل هين كلهن ونرجع لنا بنتأكد من الحل، شوف حلنا صح لو غلط. طبعا أنا الطالب اللي ماخذ يمي دورة ما راح يعاني من هاي المشكلة. ليش؟ لأن أول راح يحلهن ونقعد إحنا نقول له يا أبا هاي صح وهاي غلط، اقرأ هيك وتقرأ هيك وهكذا، وهو يسوي رسم صوتي وإحنا له. أما الطالب اللي هو قاعد يعني يريد هو مثلا عنده يشوف اشترى الملزمة فقط ويريد يحل، هنا راح يواجه مشكلة صراحة، ويقدر يتأكد من خلال البرامج يسوي رسم صوتي ويشوف نفسه حل صح له. عندنا هذا التمرين ثاني يقول بهذا التمرين using descriptive labels، استخدم وصف. هذا المخطط اللي اخذناه ماري الكاردينال فاول تونه نستخدمه ونصف هاي الاصوات. او يقول give the following characteristics of the sound، اعطي وصف الاصوات لاعطي وصف اعطي خصائص وصف هذه الاصوات. او يقول describe the following sound، صف الاصوات التاليه. جيب لنا صوت ويقول لنا اوصف لي اياه. مثلا صوت الاول قال لي صوت الا، يريد وصفه. زين احنا شلون نجيب الوصف مالته؟ عندنا هذا المخطط يا مسهلها ويا محلاها. هذا الصوت صفاته اولا طالما هو جوه فهو open، طالما هو على جهة الفرونت فهو front، طالما هو بالجماعة الاصفر اذا هو spread او هو unrounded. نفس الشيء قلنا spread unrounded، نفس الشيء مرات يسمونه unrounded ومرات يسمونه spread. هاي طينا وصفه وخلاص. ضروري نحفظ الجدول وهذا نتدرب عليه يا اخوان، نتدرب. هواي طلاب يجون استاذ والله قرأت المادة وحفظتها بس بالامتحان نسيتها. ليش؟ لأنك ما تدربت عليها. لذلك حاط لك تدريبات أنا هنا، تدرب عليه يا أخي، حل تعلم. نجي هنا مثلا التمرين الثالث قايل لك give example، قايل لك أريد close front spread. خلينا نروح close front spread، خلينا نروح على المخطط. وين الclose؟ الclose وين الclose؟ هذا وين الclose؟ هذا الclose فرونت، فرونت هذا كلوز فرونت، وريد سبريد. وين جماعة السبريد اللي هم صايرين بالأحمر بالأصفر؟ إذن يريد هذا الصوت أو هذا الصوت الثاني، بس إحنا عندنا شورت باول هسه، إذن نريد هذا الصوت. شلون عرفته؟ من خلال هذا المخطط. نأخذ مثال آخر وهذا نتدرب عليه، نقرأ المادة وروح نحل. مو بس نحل، لازم نقرأ المادة ونريد نحل. يريد مثلا على open front spread، open front spread، open وين الopen؟ جماعة الopen هذول open. spread وين spread؟ هذول وين spread؟ open spread. وقلنا بعد شريد close open دقيقة open front spread open front spread open front front spread open هذا الopen front. إيه هذول الآ
open front spread front spread إذن وين spread إذن هذا أي هذا لأن front مساعة قايلي close نطيته هذا لو قايلي open front mid close كان قلت له هذا لو قايلي back rounded close قلت له هذا على هذا المخطط أمشي وأنطي هذه الوصف هاي أمثلة إننا نتدرب عليها نتدرب عليها تمرين آخر يقول ارسم المخطط وأشر عليه هاي الأصوات يريد هاي الأصوات اللي عندنا قدامنا يا بيقول لك أشر ليها بالمخطط حط المخطط وأشر هاي الأصوات تدرب عليها وعندنا هاي أسئلة أيضا فراغات كلها موجودة بالمتزمة اقرأ المادة وتدرب عليه احفظ المادة وبعدين حل هذا التمارين مثلا قال لك two thick strips of muscles شريحتان سميكتان من الشريحتان من العضلات اللي هن vocal cords يا مسهلها عشرت عندنا هذا سؤال أيضا محلول السؤال الثاني أيضا سؤال هذا اختيارات ضع دائرة أو اختيارات وعندنا هنا سؤال يقول what are the shape and the position of the lips هذا السؤال اللي قلت عليه اللي هو rounded and unrounded نذكرهن وعندنا سؤال how can we classify English vowel اللي هو كيف نميز بين أصوات العلة اللي هي ثلاث نقاط نذكرهن وهذا عندنا أيضا امتحان نقدر نمسح الباركود ونمتحن بالفصل الثاني بعد ما نقرأ أخوان ضروري جدا نقرأ المادة يلا نروح نحل مو بس راح نحل يصير عندنا فضل بس نريد نحل لا نقرأ المادة ونحفظها يلا نروح نمتحن هذا كل ما موجود بالنسبة للشابتر الثاني أفضل من هذا الشرح مستحيل تلقى مستحيل تلقى لهنا قفلنا الشابتر الثاني وأهم شابتر برأيي الشخصي هو الشابتر الثاني لأن هو الأساس